شاركت مملكه البحرين في اجتماع سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه مع الوفد المعني بالعلاقات مع شبه الجزيره العربيه في البرلمان الاوروبي. وخلال الاجتماع الذي شارك فيه سعاده السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري سفير مملكه البحرين لدى مملكه بلجيكا، تمت مناقشه سبل تعزيز الشراكه الخليجيه الاوروبيه في ضوء التطورات الراهنه، مسوده الاعلان المشترك للبرلمان الاوروبي ومجلس الاتحاد الاوروبي. حول الشراكه الاستراتيجيه مع دول الخليج العربيه